وي سلام البنات، لاباس؟ مزيانين، كلشي مزيان؟ والله قسم ما ساليت، راه 10:22 من نط مع 8 وانا من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه. جيت خدمت تاني، صيبت الوليدات الغدا، صيبتو دوبل بالحق اليوم وديال غدا، حيت غدا عندي الخدمه خارج على المدينه فين نسكن. صافي جيت خدمت عاود تاني توضيت، صليت، ارتحيت شويه، تاني خرجت سخرت مع ديك 9:30. تاني جيت جبت معايا حويجاتي لان بريباري لومبالاج والتيكي والليغو لانكول، هادو عندي شاك جور يوميا. المهم دابا واحد السيده ديجا دازو عندي، مساكن وحده عندها البرد ما كتجيهاش الدوره الشهريه، ووحده عندها التوكل مسكينه، الله يجد ربي يكون معاها. بالنسبه لمولات التوكل الحمد لله ربي سبحانه وتعالى، هي تشوف الفيديو حيت دارت لي ابوني لي لايك، هذيك الحمد لله على سلامتها، على سلامتها يا ربي الحمد لله والشكر، كتجيب الشفاية على يديا. بالنسبه من عند الله دخلت عندي رجعت كل شيء. بالنسبه للثانيه مسكينه اللي ما كتجيهاش لي غيكل، قلت لها راه خدات من عندي الشميعات اللي ديال باش يسخنوا لها العضله باش تخوي المسران. الحاجه اللي وصيتها ما لقيتش عندي البصله، بصله ما لقيتهاش، الله غالب ما لقيتش البصله. المهم شنو غادي ندير ما شنو غندير، درت لولادي هي الروز بالنشا وجوج فرماجات وشي زبده باش نعطيهم يسخنوا عظيماتهم هاد الليله ينعسوا، بس الصباح ان شاء الله غداهم خلاص راه طيب ديال اليوم وديال غدا. بالنسبه للسيده غادي نقول ليها بصله حمراء، راس ديال الثومه كله في داك 8 ولا داك 10 تنقيه، شو ديال القزبر المعدنوس، شويش الكرافس، نص كاس الزيتون، شويش الحلبه، وشويه ديال سميتها يا ربي حبه حلاوه ديرو في الكوكوط، هذيك الخليط اللي طحنا ديجا في الخلاط تكبو تسد الكوكوط ديالها، اي ميم با واحد جوج دقائق ان فوا تغلى تكون اما باداز، بحال انا عندي باداز، انا كنستعمل باداز على الدشيشه، اما باداز اما الدشيشه، من الاحسن نتوما الدشيشه، كتعرفوا البلبوله كتسمعني شي غربيه، البلبوله هي الدشيشه، بحال الشرق يقولوا لها الدشيشه، الدشيشه تغسل تنقيها بعدا تغسلها، راه كتغسلوها جوج غسلات ولا ثلاثه، ديرها في الصفا يتصفى، ديرو كتومو تميلونجي وتخلي سميتو الكوكوط مهويه وتنقص البوطه، راه دغيا كطيب. صافي ميم با 25 دقيقه من هوله البوطه، وقد ما تشوفيها شربات بدات كتبخ نقصي، تشوفيها بدات كتبخ نقصي، صافي خصي باش تولي زوينه وتبراي ان شاء الله. وهاد الليله ثلاثه تشميعات، انا عارفك راه تشوفي هاد الفيديو، ثلاثه تشميعات، ابوني لي لايك ما بارطاج، راكو عارفين الناس بزاف مرض وما عارفينيش، ومرحبا بكم احباباتي والله يشافيكم.